هذا اليوم وهذا المساء نسير مع هذه الشعارات المشاركة في هذا الشوط. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين في هذا الشوط. نسير مع البداية، نسير مع المركز الأول من تأتينا في هذا الانطلاق والمسار الجميل. وصلت في هذا الانطلاق شهرة عبد الله بن محمد بن ناصر آل بريد المري، من يقدم لنا شهرة وأول الباحثات عن الشهرة والناموس. بينما المركز الثاني أتابع اللي واصل مع المركز الثاني في هذا الانطلاق، هنا واصل العيبة سعيد بن محمد بن سعيد بوضح المري يقدم لنا هذا الاسم التراثي الجميل مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع اللي واصل مع المركز الثالث جبارة حمد بن علي بن راشد بن صالح بن ملهية المري يتابع لنا هذا الاسم مع المركز الثالث، ولكن أتابع وأشوف التدخلات السريعة يا سلام من اللي واصل من الجانب بالآخر. مع المركز الرابع خود عبد الله بن راشد بن خليفة الكبيسي يقدم لنا هذا الاسم العملاق والخطر مع المركز الثالث في هذه اللحظات. أتابع أيضا اللي واصل هناك من الجانب الآخر وقادم في هذا القدوم، ووصلت الشاهنية صالح بن محمد بن صالح المصلط العتيبي يقدم لنا الشاهنية مع المركز الخامس يا سلام. لكن نعود مشاهدينا متابعين الكرام إلى البداية إلى المركز الأول والصدارة عند شعار هناك بوضحة المري مع البداية الأولى والمركز الأول يا سلام. ولكن أتابع التغيير الذي جرى وطرى هنا في هذه اللحظات التي غيرت خود عبد الله بن راشد بن خليفة الكبيسي، غير بدوره إلى البداية إلى المركز الأول يا سلام. المركز الثاني تواجد العيبة سعيد بن محمد بن سعيد بوضحة المري يقدم لنا العيبة مع مركز الوصافة في هذه اللحظات. المركز الثالث أتابع اللي قادمة في هذا القدوم، ووصلت معزة مبارك بن عبد الهادي بن مسعود بن محمد يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثالث يا سلام. المركز الرابع القدوم من جبارة حمد بن علي بن راشد بن صالح بن ملهية يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الرابع، ولكن تابع وشوف اللي وصلت مع المركز الخامس يا سلام. ووصلت في هذا الانطلاق شلفة علي بن عبد الله بن محمد آل بوعينين. أكتفي بهذا القدر لندائنا الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة والتراث محبين هذا العالم الساحر. نعود مع المركز الأول، نعود مع البداية الأولى، ونحن نعب اللائحة 1500 متر النهائية هنا في هذا الانطلاق والمسار الجميل والرائع يا سلام. البداية مع خود عبد الله بن راشد بن خليفة الكبيسي يا سلام يا خود، وانطلاقة خود هذا الاسم الذي يعرفه الجميع ويعشقه محبين الشعار العنابي شعار لدعم هجن الشحانية يا سلام. تقدم خود هذا الانطلاق والمسار الجميل بشعار الكبيسي مع البداية الأولى الله، ولكن تابع اللي وصلت مع المركز الثاني، ووصلت معزة مبارك بن عبد الهادي بن مسعود يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثاني يا سلام. وصل الجميع، بدأوا بالاقتراب الكيلومتر الأخير، الكيلو الأخير الكبيسي، الكيلو الأخير يا راعي خود. الله الله الله، وصلوا الجماعة، وصلوا هل الطلايب، وصلت في هذا الانطلاق معزة، وأيضا وصلت في هذا المسار شرف علي بن صالح بن علي آل بريس المري، ووصلت أيضا في هذا الانطلاق شلفة علي بن عبد الله بن محمد آل بوعينين، ووصلوا الجميع. الله يا سلام يا سلام، أتابع خود مع البداية مع المركز الأول والصدارة الأولى يا سلام يا خود. عبد الله بن راشد بن خليفة الكبيسي مع المركز الأول مع الصدارة الأولى يا سلام. الله يا سلام، تابع وشوف اللي وصلت اللي انطلقت أيضا في هذا المسار وفي هذا الانطلاق قادون أوامر تشق الزحام كأنها ضيبين عن القنيص شام. الله يا سلام، وصلت شبها
وصلت شبه في هذا المسار بشعار محمد بن طالب بن كردي المنخس المري، وصل بوصول الكبار، انطلق في هذا الانطلاق. الله يا بن كردي روح مع البداية مع الصدارة الأولى، ولكن تابع اللي وصلت أيضا، وصلت الشرود راشد بن محمد بن زيد بن محمد آل بحيح، ولكن الصدارة مع شبه محمد بن طالب بن كردي المنخس المري. سلام 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 يا بن كردي، سلام على هذا الأداء الرائع المتميز، يا سلام، مشكور مشكور على هذا الأداء الرائع المتميز، يا سلام. الله الله الله، إذا الصدارة والمركز الأول روح بها شعار بن كردي مع شبه محمد بن طالب بن كردي المنخس المري.